والبداية مشاهدينا بلقاء وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في جنيف الذي كانت أوكرانيا أبرز ملفاته. وصف أنتوني بلينكين المحادثات بأنها صريحة وجوهرية، فيما أعلن سيرغي لافروف أنه ونظيره الأمريكي متوافقان على ضرورة إقامة حوار منطقي كي يتراجع التوتر. وأعلن لافروف أن واشنطن وعدت بتقديم رد خطي الأسبوع المقبل على المطالب الروسية بسحب قوات حلف الشمال الأطلسي من أوروبا الشرقية. أما الوزير الأمريكي فحذر من أن بلاده سترد على أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا، مؤكدا أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا. وسط أجواء متوترة التقى النظيران. التقيا ضمن مساع دبلوماسية مكثفة لحل خلافتهما بشأن الأزمة الأوكرانية. بلينكين وصف المحادثات بأنها صريحة وجوهرية، مشيرا إلى قدر من الانفراج بعد أسابيع من التصعيد في التصريحات. أكدت مجددا للوزير لافروف أن الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء الأوروبيون مستعدون لمعالجة الهواجس الأمنية التي أبدتها روسيا في الأسابيع الأخيرة على نحو تبادلي، ما يعني ببساطة أن على روسيا التعامل مع مخاوفنا. من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي بعد محادثات استمرت أقل من ساعتين بقليل أنه ووزير الخارجية الأمريكي متوافقان على ضرورة إقامة حوار منطقي كي يتراجع الانفعال. نعم، لقد ناقشنا قضية أوكرانيا اليوم. حاول زملاؤنا الأمريكيون مرة أخرى التركيز على المشاكل على الحدود الروسية الأوكرانية، وحاولوا تحديد كل شيء آخر بناء على ما يسمى بخفض التصعيد. لقد أنهينا محادثاتنا بشأن حصولنا على ردود مكتوبة على جميع مقترحاتنا الأسبوع المقبل. الشرط الأمريكي حاضر، إذ طلب بلينكين من روسيا أن تثبت حسن نيتها بأن لا تجتاح أوكرانيا، مشددا على ضرورة سحب قواتها من الحدود الأوكرانية. لا نتوقع حل خلافاتنا هنا اليوم، ولكني آمل وأتوقع أن نتمكن من اختبار ما إذا كان مسار الدبلوماسية والحوار يظل مفتوحا. وهو ما ينفيه الكرملين ويقول ليس لدى موسكو أي نية لغزو الجارة السوفيتية السابقة، لكنه يشترط لخفض التصعيد إبرام معاهدات تضمن عدم توسع حلف شمال الأطلسي، ولسيما انضمام أوكرانيا إليه وانسحاب القوات التابعة للحلف من أوروبا الشرقية، وهو ما يعتبره الغربيون غير مقبول، مهددين بدورهم روسيا بعقوبات قاسية في حال شنها هجوما على كييف. تختتم المحادثات بأن واشنطن سترد خطيا على المطالب الروسية، غير أن بلينكين لم يوضح إن كانت بلاده سترد على جميع بنود المطالب الروسية المفصلة. معنا من جنيف مراسلنا صابر أيوب. صابر، وصف الوزيران المحادثات بأنها كانت صريحة، وهذا عادة وصف دبلوماسي عندما تكون الأمور لا تسير بشكل جيد. وإلا بالفعل انتهى اجتماع اليوم الذي كان منتظرا منذ مدة، وكان من المفروض على الأقل أن يتوصل إلى تفاهمات أولية تلغي تلك الهواجس والمخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا، لكن ذلك لم يحدث. أسبوع آخر سينتظر المهتمون أو المراقبون لهذه القضية في انتظار الرد أو الردود الأمريكية على الضمانات التي تطلبها روسيا بعدم توسع حلف شمال الأطلسي شرقا إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة. هو ما يراه الغربيون ربما مطالب تعجيزية، باعتبار أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بحسبهم يخضع لمعايير محددة ويخضع والأبواب مفتوحة لأي دولة تريد الانضمام، وتكون قد توفرت فيها الشروط الذي يطلبها هذا الحلف، أكبر حلف عسكري في العالم. وبالتالي ما زالت المشكلة كما هي، كما تركت قبل الاجتماع وبعد الاجتماع ستستمر في انتظار هذه الردود الأمريكية التي أعلن عنها سيرغي لافروف الأسبوع المقبل. قال أنها ستكون خطية أو مكتوبة
من جانبه. الجانب الأمريكي لم يتعهد لحد الآن إن كان سيستجيب لهذه المطالب الروسية، وذلك من أجل خفض التصعيد في أوكرانيا ومناطق كثيرة في حول العالم مرتبطة بهذه القضية. لذلك نلحظ في هذه خلال هذه الأيام نشاط عسكري روسي كبير من خلال إعادة انتشار عسكري ومناورات ليس في أوكرانيا وفي شرق أوكرانيا وفي بيلاروسيا المجاورة شمالا وأيضا حتى في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا مناورات مشتركة مع الصين، والهدف كل من هذا هو أوراق ضغط تريد أن تكسبها موسكو من أجل بالفعل أن تبعد حلف شمال الأطلسي في أي مفاوضات مستقبلية، تبعد حلف شمال الأطلسي عن محيطها الجيو استراتيجي الموروث عن حقبة الاتحاد السوفيتي. وهنا الأمر يستدعي بالفعل كما يرى كثيرون يستدعي قمة حقيقية بين بوتين ونظيره الرئيس الأمريكي. إن كان هذا مستبعدا بحسب تصريحات اليوم، مستبعدا في الوقت الراهن، لكن يبدو أن لافروف وبلينكين يعملان على التأسيس لمثل هذه القمة، ربما حتى لا تندلع الحرب ليس فقط في شرق أوكرانيا لكن في الكثير من دول أوروبا الشرقية، دول البلقان، وحتى ربما عسكرت دول في أمريكا اللاتينية من قبل الاتحاد السوفيتي، وذلك ردا على ما يقوم به كما تقول موسكو حلف شمال الأطلسي في محيطها الجيوسياسي، حيث تتواصل بالفعل عمليات مد أوكرانيا بالسلاح سواء من بريطانيا أو الولايات المتحدة. نعم، وكندا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي، وستنضم دول أخرى لاحقا ربما الأسبوع المقبل أو خلال الأيام المقبلة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة كما تقول واشنطن لردع أي محاولات اجتياح روسي. صابر أيوب في جنيف، شكرا جزيلا. نواصل مشاهدينا نقاش هذا الموضوع مع ضيفينا من موسكو نيكولا سيرغوف الباحث السياسي، ومن نيويورك الكاتب الصحفي محمد طوحي. سيد سيرغوف في موسكو، ما هو التقييم عندكم في روسيا لنتائج هذه المحادثات؟ هل حصلت روسيا على ما تريده، أو على الأقل هي في الطريق للحصول على ما تريده؟ مساء الخير. حسنا، أعتقد أنه من المبكر حقا أن نتحدث عن النتائج، لأننا يمكننا أن نرى أن المفاوضات صعبة للغاية في الوقت الحالي. وكما قال السيد لافروف، هذه المحادثات كانت صريحة للغاية، وهذا يعني باللغة الدبلوماسية أن الطرفين كان يقوم بإهانة بعضهما البعض، وهذا يعني أننا ما زال أمامنا طريق طويل، ولكن أتمنى أن يصل الطرفان إلى اتفاق على الأقل بالنسبة للقوات العسكرية. لا أعتقد أن الأمريكيين سوف يقبلوا إغلاق باب الناتو، ولكن ربما يتمكنوا من التفاوض مع روسيا بشأن إرسال القوات الأمريكية أو إرسال القوات الناتو إلى منطقة شرق أوروبا. أعتقد أن هذه هي النقطة التي يجب أن نصل إليها، ربما في خلال 6 أشهر أو بعد سنة ربما يصلوا إلى اتفاق نهائي. نعم، وأنت تتحدث إلينا سيد سيرغوف، تنقل وكالة الصحافة الفرنسية أن روسيا تتوعد بأخطر العواقب إذا تجاهلت الولايات المتحدة مطالبها. سيد أسطوحي في نيويورك، ما يمكن قراءته في هذا التصريح، خصوصا أن الولايات المتحدة هي بدورها أيضا تتوعد بعواقب وخيمة على روسيا؟ طبعا، هو الاستراتيجية الأمريكية ومعها ربما الغربية في هذا الإطار هي أولا فتح مجال للوصول إلى تفاهمات دبلوماسية، لكن في الوقت نفسه التهديد والردع، بمعنى أنه هناك عواقب لأي إجراءات روسية في أوكرانيا، سواء بالغزو المباشر أو الغزو غير المباشر أو أي هجمات سيبرانية مثلا. فهناك إجراءات طبعا متوافقة على حسب حجم ما تقوم به روسيا من إجراءات في أوكرانيا. بالنسبة لروسيا، أنا أتصور أن القضية مرتبطة بما قاله لافروف اليوم وما قاله مسؤولون روس في السابق، أنه من الممكن أنه رغم أنهم قالوا أنه لا توجد نية بالنسبة لعمل عسكري في أوكرانيا أو غزو، إلا أنهم قالوا إجراءات عسكرية تكتيكية، لم يحددوا مداها ولكنها مرتبطة بأي إجراءات ربما لا تكون بالضرورة في أوكرانيا. هم يتحدثون، هناك إشارات واضحة بإمكانية نشر صواريخ
في غواصات روسية، وأن هذه الصواريخ النووية من الممكن أن تكون قريبة من الولايات المتحدة. هناك أيضا الحديث عن الهايبرسونيك أو الصواريخ فائقة السرعة التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، أيضا من الممكن أن يكون هناك تحريك لها في مناطق معينة. فهذه في النهاية إجراءات روسية تمثل تهديدات للجانب الأمريكي. لا تقابلها الولايات المتحدة سيد السطوحي إلا بتخبط في تصريحات بايدن، كما سمع العالم قبل يومين يفرق الآن بين توغل وبين غزو، وإلا بكلام سنفعل أقصى ما يمكن اقتصاديا فقط. ألن يفهم بوتين هذا الكلام بأنه ضوء أخضر؟ لا، لأنه هناك تفاهم ومعرفة مسبقة، ليست في حاجة لتأكيد، أن واشنطن ليست مضطرة للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو في حالة غزو أوكرانيا، لكن لديها أدوات أخرى غير عسكرية مؤلمة أيضا إذا ما لجأت إليها. وفي نفس الوقت هناك أيضا معرفة أن هناك انقسامات حقيقية داخل أوروبا بالنسبة للإجراءات التي يمكن الرد بها. أذكر مثلا أن ألمانيا حتى هذه اللحظة لم تلتزم بشكل نهائي واضح أنه ستوقف خط إمداد الغاز. نعم، معنا تصريحات عالية النبرة تأتي من المستشار الألماني الجديد. اسمح لي، الوقت ضيق، أذهب سريعا إلى موسكو. سيد سيرغوف، العقوبات الاقتصادية الشديدة جدا وغير المسبوقة التي يهدد الغرب بفرضها على روسيا إن هي غزت أوكرانيا، هل تكبح جماح فلاديمير بوتين؟ هل تغير شيئا في مواقفه؟ لا، العقوبات الاقتصادية لن ترضى روسيا، لأنه في الوقت الحالي الأمن العسكري هو الأمر الأساسي، وهذه هي الأولوية القصوى بالنسبة لروسيا، ولذلك فإن روسيا لن تضحي بالأمن العسكري مقابل فوائد وامتيازات اقتصادية، كما أن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا سوف يكون أمر مضر للغاية، ليس فقط لروسيا وإنما لأوروبا وإنما للعالم بأكمله. فأسعار النفط بالفعل هي عالية للغاية في الوقت الحالي، ووضع أي ضغط اقتصادي على روسيا ربما ينتج عنه أزمة حقيقية في أوروبا وفي العالم بأكملهم، ولذلك فإن الأطراف تتفاوض وتهدد فقط، ولكن في النهاية سوف يصلون إلى اتفاق، وإلا فإن الأمر سوف يتحول إلى حرب باردة أخرى، وأعتقد أن موسكو وواشنطن كلاهما يحاول تجنب هذا. نعم، ولكن للأسف لا يرغب أي من الأطراف في تقديم أي تنازلات، وخاصة من الجانب الأمريكي، ولذلك روسيا تحاول أن تغير العلاقة. فلابد للغرب أن يعامل روسيا كشريك متساوي. شكرا للضيفين، نيكولاس سيرغوف في موسكو ومحمد السطوحي في نيويورك.